وقته. شاب مصري يقلد حركات النجم محمد رمضان ولقى إعجاب كبير جدا. أعتقد النجم محمد رمضان صار هو الايدول خلينا نقول ولا نجم الشباب من سنوات، وهو متصدر السنوات الاخيره كل الشباب تحسيهم سايرين ماشيين على ستايل محمد رمضان ويحبوا اغانيه ويحبوا حركاته، وعشان كده افلامه ناجحه، مسلسلاته ناجحه، اغانيه ناجحه، حفلاته ناجحه ما شاء الله. ريم محمد رمضان يعني من الناس اللي فعلا الواحد يستمتع لما يشوفه، تشوفه في عمل درامي تستمتع، وتشوفه في انستغرام تستمتع، تشوفه في فيديو يعني روحه حلوه والانرجي حقته او الطاقه حقته حلوه وشبابي وفعلا يونس، واحنا نبغى نشوف شيء يونسنا واحد فعلا نحبه، فوالله ابدع هذا الشاب يعني فعلا بالنظاره مره يشبهه، كان محمد رمضان هو صغير. صحيح مهاب.